وهو ده النادي الأهلي. هي دي كمان رسالة قناة الأهلي، المزيد من التفعيل لهذه اللحمة الوطنية الكبيرة، المزيد من التفعيل لربطة الحب الكبير والمكانة الوطنية الكبيرة للنادي الأهلي ومسؤوليته ورسالته تجاه وطنه في كل تصرف وفي كل قرار، مش بس في الأغنية، حتى في كل قرار النادي الأهلي. هقول لكم على أبسط حاجة، ما دام احنا بنتكلم بقى في الغربال، النادي الأهلي لما راح جاب بيتسو موسيماني، شفتوا هذا الاتساق التام مع أهداف الوطن وخدمة مصالحه؟ شفتوا هذا الحرص على مصالح الدولة وخدمة تحركاتها وطموحاتها في القارة السمراء؟ شفتوا ردة الفعل الأفريقية؟ عايز أقول لكم إنه ما في موقع إعلامي في أفريقيا إلا بقى مهتم بالنادي الأهلي وما يحدث في النادي الأهلي وقرار النادي الأهلي باستخدام بيتسو موسيماني. كيك أوف مثلا هقول لكم على سبيل المثال، أهلي موسيماني يتجه نحو النصر، بقى خلاص الدوري المصري اون سبوت، الدوري المصري في افريقيا كلها بقى متابع جدا، وحاسين هم بحجم التقدير والامتنان ان النادي الاهلي يستخدم بيتسو موسيماني على راس الجهاز الفني للنادي الاهلي. هو يعني طبعا البعض وانا هنا شجاعه وصدق القرار ان لما يبقى مدروس ها يبقى فيه اكتر من رساله واكتر من مصلحه بتتحقق. الناس اللي عرضت والناس اللي تخوفت والناس اللي شككت، لان هي دي النقطه، الدراسه بتحميك من انك تبقى راجل عشوائي بتعمل رسائل كده لا تعبر عن المصلحه الخاصه والمصلحه العامه. موسيماني الحقيقه خطوه جديده هتدعم خطوات مهمه جدا في المستقبل. هو احنا زي ما نجمنا بيغزو العالم وبيبقى فيهم افضل لاعب زي جورج ويا وواحد زي محمد صلاح بنفسه على افضل لاعب ورياض محرز ونجوم عرب ونجوم افارقه ملء السمع والبصر، ليه ما يكونش فيه مدربين في هذه القاره يستطيعوا ان يؤدوا هذه الرساله ايضا؟ النادي الاهلي استطاع انه يعني يقتحم هذا الجدار الصلب ويعمل خطوه جريئه جدا. ربنا وفق النادي الاهلي ووفق موسيماني انه يقدم لنا تجربه ناجحه، عشان هتفرق كتير جدا جدا، ممكن جدا نشوف مدرب في افريقيا بيمرن في اوروبا.